صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما يفعله بعض المحطات من وضع بعض الهدايا يعد جائزا، أم أنه يدخل في النهي عن البيع والشراء؟ هذا صدر فيه فتاوى أنه لا يجوز أن المحطات أو محلات البيع والشراء أو الدكاكين يجعلون جوائز على السلع، لأن هذا يضر الناس. أولا أنه يحفز الناس أنهم يشترون شيء لا حاجة لهم به، وإنما يريدون الجائزة، هذه ناحية. الناحية الثانية أنهم يضرون المحلات الأخرى التي لا تعمل هذه الجوائز، بحيث أن الزبائن ينصرفون عن المحلات التي ليس فيها جوائز، فهذا ممنوع. نعم.